برحب بيكم بحلقة جديدة وفيديو جديد من أهم نصائح وتوقعات الأبراج للأسبوع الثاني لشهر فبراير 2023. وهنتكلم عن طاقة يوم 11 12 13 14 14 15 فبراير 2023. هنقول مين الأبراج اللي لازم تحذر وتحذروا امتى وايه هو الوضع الفلكي لكل برج من الأبراج. قبل ما ابتدي في الفيديو بليز تقولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه، وبليز تقولوا لي انتوا برج ايه، وقولوا لي اخبار الويك اند ايه واخبار البرد ايه يا جماعه. تاني حاجه زي ما تعودنا عايزين كلنا ندعي لاهالينا في سوريا وفي التركان، ربنا يعني برد قلوبهم وربنا يعني يلطف بيهم ويشفي مرضاهم يا رب العالمين، امين. طيب let's start، نتكلم عن الابراج الاسبوع ده وتحذيرات في برجين لازم يحذروا كويس جدا جدا. طيب خلونا نبتدي بايه الوضع الفلكي. الشمس موجوده في برج الدلو لسه لحد يوم 19، القمر موجود لسه في برج الميزان بس هيتنقل لبرج العقرب على اخر يوم خالص، فيعتبر طول اليوم بكره اللي هو يوم 11 في الميزان، بعد كده 12 و13 هيتنقل للعقرب، بعد كده 14 15 هيروح للجوزاء. احنا في تقلبات كتيره قوي الاسبوع ده. طيب كمان عارفين ان عطارد خلاص يا جماعه هيتنقل لبرج عطارد، هينتقل من برج الجدي الى برج الدلو، فده هيدعم ابراج الهوائيه والابراج الناريه. اوكي طيب المريخ موجود في الجوزاء فده بيدعم الابراج الهوائيه، المشتري موجود في الحمل وده بيدعم الابراج النارية. طيب أورينس موجود في الطور، نبتون موجود في الحوت، ايه تاني، الزحل موجود في الدلو. طيب ايه بقى يا رشا وفينوس، طيب ايه بقى وضع الكواكب. خلونا نبتدي ببرج الحمل. برج بكره برج الحمل برضو عندك ستريس، عندك ضغط، بتفكر في حاجات كتيره، بالك مشغول، خايف من حاجه، قلقان من حاجه، حاسس بطاقه ملل، حاسس بطاقه وحده، ماشي. فانت يا برج الحمل بليز يعني اي حاجه مهمه عندك اجلها، يعني انت افضل بكتير يا حمل يوم كام، يوم 12 و13 و14 و15 افضل وافضل، يعني انت افضل ايامك 14 15 16 يو ار ذا بيست. فاي حاجه يعني يوم 11 اللي هو بكره يا ريت ناجلها، بلاش تجري ورا حاجه، بلاش تعصب نفسك، بلاش تتخانق مع البارتنر بتاعك، بلاش تجتذب المشاكل، عدي اليوم، عدي يا ليله، عارفين عدي يا ليله، دايما بقول لكم عدي يا ليله. طيب بعد كده يوم 12 و13 برضو يومين صعبين شويه عليك يا برج الحمل، شايفاك بتشعر بالوحده، بتشعر بالخذلان، بتشعر بالعدم ان انت لوحدك، ان انت عدم، ما عندكش طاقه، ان انت حزين، ان انت متضايق. فشويه يا برج الحمل حاول تهدى شويه، يعني هو يعني انت عندك بصراحه اربع ايام مش سهلين، يعني بكره 11 و12 و13، بس 12 و13 اهدى بكتير من يوم 11، يعني بالنسبه لك يوم الحد والاثنين افضل من السبت، بعد كده ثلاث واربع وخميس احسن بقى، يعني هتحس بقى ان انت اخيرا بدات تفوق، صحتك احسن، بدات تبقى كويس. بس اهم حاجه عندي خلي بالك على صحتك يا برج الحمل، بلاش يعني تتخانق مع ناس بتحبها، بلاش تكبر مواضيع، بلاش تصعد مواضيع يا برج الحمل. بس انت من الابراج اللي لازم تحذر بصراحه الاسبوع ده، اسبوع شاق واسبوع متعب بالنسبه لك، وعندك ستريس وعندك ضغوطات كتير جدا. قولوا لي يا برج الحمل بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، بليز تعملوا لايك تشجيعي، لو انتوا من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، لو انتوا من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو. طيب ندخل بعد كده على برج الثور. برج الثور بكره هيزك تهدي اللعب شويه يا برج الثور. المشكله ان برج الثور بقى للاسف الاسبوع ده اسبوع ستريسفول بالنسبه لك، اسبوع فيه ضغط نفسي، فيه ضغط صحي، فيه ضغط تعب صحي، فيه تعب نفسي. انت يا برج الثور بصراحه الاسبوع ده برده من الاسابيع الشاقه بالنسبه لك. ليه؟ لان بكره يوم 11 القمر موجود في الميزان وده مش برج صديق، بعد كده 12 و13 هيتنقل للعقرب، فيبقى عندك قرارات حاسمه لازم تاخدها، عندك مشاغل، بالك مشغول، حاسس بخوف من حاجه، قلقان من حاجه، بتفكر كتير، ف12 و13 صعبين. بعد كده برضو 14 و15 و16 القمر هيروح لبرج الجوزاء، اهدى طبعا من 12 و13، بس ستيل انت مضغوط، ستيل تعبان، ستيل بتفكر، عندك قرارات مصيريه لازم تاخدها، عندك زعل كده، ممكن تتخانق انت والبارتنر بتاعك، ممكن يبقى عندك مشكله مع احد الاصدقاء. فانت من الابراج اللي لازم تحذر ولازم تخلي بالها الاسبوع ده، وحاول ما تتسرعش في اي قرار، بلاش اي حد يضايقك تتعصب عليه، حاول انت تبقى اكثر هدوءا، اكثر استقرارا، خلي بالك على صحتك، ممكن يبقى عندك زياره للطبيب، يبقى عندك كلاش بينك وبين البارتنر بتاعك، او عندك لقاء مع البارتنر بتاعك او مع الشريك بتاعك يا برج الثور وهتلتقي بيه، وهيبقى يعني هتقضوا وقت كويس مع بعض، بس خلي بالك ما تتعصبش بسرعه يا برج الثور.
طيب ندخل بعد كده على برج الجوزاء. اسبوع ولا اروع ولا اجمل يا برج الجوزاء من افضل اسابيعك، استغله كويس جدا. عندك شهره، عندك علو شان، عندك ثقه في نفسك، كل الكواكب بتدعمك. يعني انت من من الابراج المحظوظه جدا اللي عندهم طاقه حلوه جدا، من الابراج. يعني انت بس ممكن تخلي بالك من يوم 12 و13 تحس بكسل شويه، تحس بخمول، تحس بمشكله مع الشريك بتاعك، خناقه في البيت. خلي بالك على علاقاتك الاسريه، وخلي بالك على علاقاتك مع البارتنرز بتوعك ومع الناس اللي انت بتحبها يا برج الجوزاء. اما بعد كده 14 15 16 القمر في برجك، انت مالك من ملوك الابراج، وانت من الابراج الاكثر حظا، من اكثر طاقه، من اكثر دعما. فاسبوعك حلو جدا يا جوزاء، اسبوع مثمر، اسبوع طاقتك فيه حلوه جدا، عندك نجاحات، عندك استثمارات، علو شأن، الناس بتتكلم عنك كويس، عندك طاقتك حلوه. فانت من الابراج اللي لازم تستغل الطاقه دي كويس لمصلحتك يا برج الجوزاء. يعني ورك هارد في الاسبوع ده، اسعى كويس، عندك فرص حلوه، فرص مصالحات، ناس بتتكلم عنك كويس، عندك استثمارات كويسه. فانت من الابراج المدعومه، والابراج القويه، من الابراج الحزينه سوري مش حزينه خالص. يعني انت يعني برج الثور اسبوع صعب، برج الحمل اسبوع صعب، الجوزاء انت واحد من الابراج المحظوظه اللي حظها حلو جدا وعندهم انرجي قويه، واستغل الاسبوع ده بليز. بس ممكن يكون عندك مشاكل مع البارتنر بتاعك او مع الشريك بتاعك، او خناقات مع الشريك بتاعك، دي الحاجه الوحيده اللي لازم تاخد بالك منها وتركز فيها يا برج الجوزاء. طيب ندخل بعد كده على برج السرطان. سرطان انت افضل بكتير جدا بعد بكره، يعني 12 و13 انت من الابراج المحظوظه اللي طاقتها حلوه، يومين حلوين، يومين مبسوط فيهم، مدعومه، عندك طاقه نجاح، عندك طاقه الاوضاع بتهدى، المشاكل بتهدى، بس عندك بند المصاريف قوي يا برج السرطان، فخلي بالك من مصروفاتك. يعني عندك برضو مشاكل في العيله، بس عندك مشاكل وحوارات في العيله، خلي بالك من تصعيد امور، مشاكل بتكبر، قلق او خوف على احد الاقرباء. فانت من الابراج يعني ايه، يعني اسبوع مضغوط شويه برج السرطان، بس في الاخر الاسبوع عندك يومين حلوين، يومين مدعومين، يومين اقوياء جدا يا برج السرطان. يا برج السرطان يعني انت افضل بكتير 12 و13، بعد كده من 16 اخر النهار و17 18، لان القمر هيتنقل لبرجك. الابراج الايام اللي لازم تحذر منها يوم كام بقى؟ بكره اللي هو 11، بعد كده 14 12 13 14 و15 برضو تخلي بالك، لان القمر هيكون في برج الجوزاء. خلي بالك على مصروفاتك، خلي بالك على بند المصروفات يا برج، او الصحه، يا اما صحتك يا صحه حد من الاقرباء. عندك حاجات كتير، عندك مشاوير، بتخلص حاجه، بتقلقان من حاجه او بتخلص حاجه يا برج السرطان. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه، وانتوا برج ايه، قولوا لي هاو از يور ويكند، قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر فبراير. هديكوا اوبشنز، برج احنا لسه عندنا برج الميزان، وبرج السرطان، وبرج الحمل، وبرج القوس، وبرج الاسد، والجوزاء، دولت اللي لسه ما عايزين نتكلم عنهم لشهر فبراير الاسبوع الثاني. بليز تقولوا لي بتابعوني فين يا جماعه. ماي ميك اب لوك البنات فقط، ادخلوا بعد الفيديو ده هقول لكم الميك اب لوك بتاعي عملته ازاي، وايه الماتيريالز اللي استخدمتها، عشان انا رحت عملت شوبينج كده للميك اب، فاشتريت حاجات كثيره عايزه اوريها لكم. فبعد الفيديو ده للبنات بس ادخلوا عشان نتكلم عن الماتيريالز اللي انا مستخدماها في الميك اب، وحاجات بصراحه باسعار اقل من 100 جنيه واسعار حلوه جدا. فهقول لكم على الحاجات اللي انا اشتريتها واخدت الماتيريالز دي من الانستجرام بصراحه يعني. طيب تعالوا بقى ندخل على برج الاسد. برج الاسد بكره يوم حلو قوي، يوم مدعوم، يوم طاقه، استغل طاقتك بكره جدا جدا يا برج الاسد، لان بعد كده يا برج الاسد عندك يعني يعني من اول بعد كده 12 13 عندك بقى ايه، بتهبط بقى، عندك كسل، خمول، مشاكل في الشغل، حوارات. بعد كده انت برضو عندك، انت يا برضو يا برج الاسد هتكون افضل جدا من يوم 14 15 16 17 و18 الدنيا تهدى. فبرج الاسد بكره يومك حلو، عندك حاجه مهمه خلصها، واثق في نفسك، عندك كاريزما، عندك شغل في البيت، بتخلص حاجات ليها علاقه بالعيله، بالاسره، بتحاول ان انت تبسط حد بتحبه. فطاقتك حلوه جدا يا برج الاسد بكره. بعد كده 12 13 قمر العقرب ممكن يعملك تاخيرات، تاجيلات، تحس ان انت صحتك مش افضل حاجه، عندك مشاكل في العيله بتحاول تحلها، عندك حوارات بتحاول ان انت مشاكل. فانت 12 13 تخلي بالك، 14 15 قمر الجوزاء بيقول لك يلا امشي، عوض التاخيرات، ابقى انت كويس. بعد كده بس انا شايفه الحبيب او في شخص بيراقبك وهو زعلان منك يا برج الاسد، في شخص حزين منك، في شخص متضايق منك يا برج الاسد. فانت من الابراج اللي ممكن بس تخلي بالك
شوف مين زعلان منك، يعني شوف حد زعلان منك تصالحه يا برج الاسد. طيب بعد كده خلونا نتكلم عن برج العذراء. بكره القمر في الميزان يا برج العذراء، يوم فيه صرف، يوم فيه بالك مشغول، بتخلص حاجات، بترتب لحاجات، يوم شغل كتير، يوم حركه كتيره، بس وعندك بند المصروفات، يا اما هيجيلك فلوس لان القمر موجود في بيت المال عندك، يا اما جالك فلوس، يا اما يا اما بتدفع فلوس كتيره او بتصرف فلوس كتيره. طيب بعد كده يا برج بعد كده يا برج العذراء 12 و13 يومين حلوين، يومين مدعومين، يومين فيهم طاقه بتنجز فيهم وتخلص مشاوير، يعني في طاقه نشاط، فاستغل يوم 12 و13 هما الحد والاثنين، طاقتك حلوه جدا، حاسس بقيمه نفسك، بتنجز مواضيع، بتخلص شغل، يعني يومين ولا اروع، لان قمر العقرب بيزقك لقدام، عندك لقاء بشريك حياتك، لقاء بحبيب، بتحسن علاقتك مع البارتنر بتاعك، حاسس بطاقه حب، عندك طاقه تعبير عن ذاتك كويسه جدا جدا يا برج يا برج العذراء. بعد كده تحذر من يوم كام؟ 14-15 اللي هم يوم ايه؟ التلات والاربع، شغل كتير، ستريس، ضغط، خناقات، حوارات، عندك حاجات كتيرة لازم تنجزها. بعد كده 16-17-18 يومين حلوين جدا جدا بالنسبة لك، لان قمر هيكون في برج السرطان، عندك احتفال، عندك انبساط، بتقضي وقت حلو. انا عندي احتفال يا جماعة، عيد ميلاد عمر ابني عاملاه يوم 18 فبراير، فويش مي لك يعني. طيب فبرج العذراء اسبوع لطيف يعني جيد، بس في شغل كتير، في حركه كتير، في ترتيبات لحاجات كتير. طيب قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، قولوا لي هاوز يور ويكند، وبتقضوا الويك اند بتاعتكم ازاي، بس قولوا لي بتقضوا الويك اند بتاعتكم ازاي يا جماعه. طيب بعد كده خلونا ندخل على برج الميزان. ميزان يوم 11 يوم حلو جدا، يوم مدعوم جدا، يوم جميل جدا، قوي جدا. ليه؟ لان القمر موجود في برجك اوريدي، فبكره لازم تستغله، وراك مشاوير خلصها، وراك حاجه لازم تعملها خلصها، ابعد عن اي طاقه تاخير. يومك حلو قوي يا برج الميزان، طاقتك حلوه، فاستغل اليوم لمصلحتك، حاسس بقيمه نفسك، واثق في نفسك، عندك كاريزما. بعد كده 12-13 تهدى بقى، اهبط كده يا برج الميزان شويه، ممكن تلاقي تعطيلات، نرفزه، عصبيه، تاخيرات، تاجيلات، عدم استقرار، متضايق، مش مبسوط، حزين، خايف من حاجه، متضايق من حاجه، فيعني عندك شويه مشاكل يا برج الميزان 12-13. بعد كده 14-15 نص 16 3 ايام حلوين جدا بالنسبه لك، القمر في برج الجوزاء، فبتستعيد نشاطك، تستعيد ثقتك في نفسك. بعد كده 17-18 تهدى تاني، لان قمر السرطان ممكن ياثر عليك بشكل مش لطيف، تحس ان انت عندك خناقات، تتخنق مع دبان وشك، متضايق، مزعوج، فشويه ممكن تكون عندك حوارات، فتكر يا برج الميزان. ندخل بعد كده على برج العقرب. برج العقرب بكره تهدى خالص، بكره شايفاك متضايق، زعلان، 11 يوم بالنسبه لك بالك مشغول، متضايق من حاجه، بتفكر في حالك، منزعج، قلقان. بعد كده 12-13 طبعا انت الملك يا برج العقرب، القمر في برجك بيدعمك، عندك مصالحات، حاسس بقيمه نفسك، عندك كاريزما، عندك ثقه في نفسك، بتقضي وقت ممتع، بتعمل يعني بتبسط، فيومين حلوين جدا يا برج يومين حلوين جدا جدا يا برج العقرب. 12 و13 استغلهم لمصلحتك، وعندك احساس بذاتك، حد بيجي لك بيعتذر لك، عندك طاقه مصالحه، عندك طاقه ثقه في نفسك، كاريزما، بتقضي وقت ممتع، بيجي لك فرصه عمل كويسه. بعد كده 13 و14 تهدى، ممكن يبقى عندك خناقه، تزعل مع حد من صحابك، عصبيه غير مبرره. بعد كده 16-17-18 16 من نص 17-18 يوم حلو، يوم عندك لمة، عندك انبساط، عندك طاقة حلوة، لأن القمر هيكون موجود في برج السرطان. ندخل بعد كده على برج القوس. بكرة يوم ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى يا برج القوس، حاسس إن أنت كرامتك رجعت لك، حاسس بالسعادة، بالانبساط، بالنشاط، فأسبوعك حلو يا برج القوس. بعد كده 12-13 انجز اي حاجه مهمه فيهم بالرغم من الكسل او ان انت متضايق. ليه بقى؟ لان 14-15-16 القمر هيكون في برج الجوزاء، فهتلاقي بقى في تاخيرات، في مشاكل، في 3 ايام صعبين، في 3 ايام فيهم تلاقي شغلك واقف، تلاقي مشاكل في الشغل، تلاقي عدم استقرار، تلاقي حد يقول لك كلام يزعلك، حد يقول لك كلام يضايقك، تتخانق مع حد مديرك في العمل، فاحذر يا برج القوس. ادينا اهو برفع شعار برج القوس، يحذر من يوم 14 و15 ونص 16، يعني ممكن يكون يوم
ايام صعبه جدا جدا. برج القوس انت من ابراج، الثلاث ايام دولت مش مبشرين بالنسبه لك، مرهقين صعبين مش سهلين. ندخل على برج الجدي. بكره عدي اليوم يا برج الجدي، طاقتك منخفضه، متضايق، زعلان، مهموم، بتصرف فلوس كتيره، بتنظم في نفسك، عندك مشاوير كتيره، مش مبسوط، مش مستريح. بعد كده يومين ولا اروع، 12 و13، واثق في نفسك، عندك كاريزما، بتقابل الحبيب، بتقضي وقت حلو مع الحبيب، بتتبسط، بتعبر عن مشاعرك مع البارتنر بتاعك. بعد كده 14 و15 تهدى برضه تاني يا برج الجدي. ممكن حاجه تزعلك، حاجه تضايقك، حاجه تنرفزك، تتخانق مع البارتنر بتاعك، يحصل سوء تفاهم مع مديرك في العمل، فلازم تحذر. بعد كده مشكلتك يا برج الجدي بقى ان انت 17 و18 ونص 19، القمر في برج السرطان في مواجهتك، فانت اليومين دول بقى عندك تاجيلات، تعطيلات، خناقات، مشاكل، حوارات، قيل وقال، كلام حواليك، تتخانق مع البارتنر بتاعك وتسيبوا بعض، فهيبقوا 3 ايام ستريسفول جدا، عندك مصاريف كتير. فانت افضل ايامك اللي لازم تستغلهم يا برج الجدي اللي هو يوم 12 و13، احسن يومين بالنسبه لك في الاسبوع، والايام الافضل بالنسبه لك ان انت تاخد اي خطوات ايجابيه، تاخد اي بدايات. يا جماعه يوم 13 ده يوم لازم كلنا نحذر منه. يوم 13 يوم يعني ممكن يبقى فيه مش حاجات مش لطيفه، يوم مخيف يعني، مش احلى ايامنا. فيوم 13 دايما طاقه يوم 13 طاقه صعبه، بلس كمان يوم 13 في احداث كتيره بتحصل، دايما القمر في العقرب بيعمل مشاكل، فممكن يحصل مشاكل ليها علاقه باي حاجه، ليها علاقه بالميه، ليها علاقه باي حاجه ليها علاقه ببرج العقرب. يعني دايما بخاف انا من القمر في العقرب، بحس ان هي اوقات كده تحس فيه ضعف طاقه، تحس فيه مشاكل، تحس فيه حوارات. فاحذروا من يوم 13 كل الابراج. بس بقى بعد كده خلونا نتكلم عن برج الدلو. بكره اللي هو 11 يوم حلو جدا جدا يا برج الدلو، 12 و13 تاخد بالك وتحذر شويه، تحس ان انت اوف مود، متضايق، متنرفز، بينك وتحس بحنين لشخص من الماضي، عايز تتكلم مع حد من الماضي، تحس ان في حد وحشك. 12 و13 بعد كده 14 15، يا برج الدلو يومين حلوين جدا جدا، ونص 16 لان القمر موجود في برج الجوزاء، فثلاث ايام بيدعموك، ثلاث ايام بيدوك زقه كويسه، بيدوك انرجي كويسه. كمان عطارد اتنقل لبرجك يا برج الدلو، فده بيديك نجاحات في العمل، بيديك ثقه في نفسك وكاريزما كويسه جدا جدا في العمل. بعد كده 16 17 18، ممكن تاخد بالك لان قمر السرطان مش بيدعمك، وتحس ان انت داون، مشاكل كتير، مش متضايق، متنرفز كده، مش طايق نفسك، عندك حوارات كتير يا برج الدلو. برج الحوت بكره لازم تخلي بالك، عدي اليوم على خير، لان قمر الميزان مش قمر مساعد ليك، من افضل ايامك 12 و13، طاقتك حلوه، واثق في نفسك، كاريزما، بتنجز شغلك، عندك اخبار حلوه، بتسمع اخبار حلوه، بتساعد حد او حد بيساعدك. يعني يومين ولا اربع، 12 و13، بعد كده تهدى كام؟ 14 و15 ونص 16. بعد كده افضل ايامك تاني 17 و18 ونص 19، لان قمر السرطان بيدعمك وبيبسطك وبيخليك تقضي وقت ممتع وتتبسط جدا يا برج الحوت. بتمنى لكم السعاده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو انتم جوه مصر، ولاف للفيديو لو انتم بره مصر. بليز يا جماعه الحجز اي قراءه خاصه او برايفت سيشن او سيشن خاصه في التخاطر الروحي، تبعتوا لي على الايميل وتكتبوا الادرس او على الانستجرام. بليز تقولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. وهو يا جماعه زي ما قلت نحضر من يوم 13 بالذات، يوم 13 فبراير يوم يعني مش افضل ايامكم، بلاش تبتدوا اي بدايات جديده فيه، بلاش تدخلوا في خناقات وصراعات مع البارتنر، احذروا من اليوم ده. شكرا، باي، مع السلامه.